معاكم عاملين ايه اصحابي الحلوين؟ طبعا النهارده لقيتكم فيديو جديد، مش عارف اول فيديو ايه هو. اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، متابعه كتير كانت اكتر، وصلوا امنيه قوة للنص مليون مشاهد. شكرا يا جماعه على دعمكم اللي انتوا وصلتولي لربع مليون، وشكرا جدا. عاوزكم بقى تضحكوا شويه ووصلوا لي نص مليون. النهارده طبعا هعمل فيديو مع العيله ورب يعجبكم. هشوف طبعا يا جماعه دي اعرفكم عجلتي. انا طبعا العجله بتاعتي الكوتشينه بتاعتها وقعت، فانا بصراحه متضايقه قوي ومش عارفه اصلحها ازاي، فقلت اعمل لكم فيديو اللي هشوف مين في عيلتي هيعرف يصلحها. تخيلوا معايا يا جماعه قبل الفيديو مين يعرف يصلحها. قبل ما ابدا الفيديو هشوف مين يعرف طبعا يصلحها، وتعالوا معايا وتخيلوا دلوقتي اكتبوا في الكومنتات مين هيصلحها اسرع. تعالوا معايا نشوف اول واحد. بايظه الكاسيه بتاعتها وقعت، تعالي تصلحيها. اصلحها لك؟ اصلحها لك. بنت، هو حد قال لك ان انا بتاعت عجل؟ عمل ميكانيكي. عمل، بتقول لي عمل ميكانيكي؟ انا لا ما بعرفش اصلحها والله. عادي خلاص. لا مش هصلحها عشان مش عارفه دي اصلا تركب ازاي، دي مش عارفه تركب ازاي اصلا. لا مش عارفه. اكيد دي صديتي البتاعة ذات نفسها. وكنت بلعب فيها. بحب العب يعني يرضيكي دلوقتي، وانا كنت سهيانة اركبها ادي امشي بيها الاقيها بايظه يرضيكي. يا بنتي انت بتشكيلي همك ليه؟ انا مالي؟ مش عارفه احكي لك الحكايه كلها بقى. انا كنت قاعده، فكنت زهقانه، طلعت بره البيت قلت العب بالعجله بتاعتي. لقيت العب بالعجله لسه بمشي بيها لقيتها بايظه يرضيكي كده، يعني يرضيكي بنتك يحصل معاها كده يرضيكي. انا لو بنتي حصلت معايا كده همسك العجله ارميها في الزباله. خلصت العجله ولا بقى اصلح فيها ولا ما انا مش بنتك بقى مين هيصلحها؟ طب انا الله يرضيكي، لو انا على حد غير حبيبتي صلحها لي يعني يرضيكي. على فكره غلطت مكانك يا زميلي صلحتها. طب صلحيها لنفسك. ما انا بقول لك كده يعني. لا انا ماليش دعوه، انا مالي، انا ما اعرفش اصلا. عارفه لو اعرف اصلحها لك، انا ما اعرفش. يرضيكي كده يا جماعه. طب قولي جلجل مجلجل في الالعاب. جلجل مش عارف يصلح حاجه. جلجل مجلجل في الالعاب. العاب العاب. جلجل ذكي من الاذكياء. ايه ايه. جلجل مجلجل من الدلياء. السلام عليكم. شفتوا يا جماعه طبعا ندى عارفه ليه ما بتعرفش تصلح حاجه، مش عارفه مين اللي جاي. جايبالكوا التاني بقى برنس مصر. عارفه برنس مصر قبل ما تقولي اي حاجه؟ برنس مصر ضد كسر كسر كسر. برنس مصر على طول موجود. برنس مصر ملوش حدود. بص يا جماعه كسر كسر كسر. مين بيعمل كده؟ برنس مصر مش شايفكوا. انا شايفاك عادي. عرفتي انا عملت حاجه جديده. حاجه عملت ايه؟ هي الاساس وانتوا كلكم كاس. بوم. بقى انت عارف تعملها؟ لا. بس طبعا يا جماعه بصوا يا جماعه هشوف محمد يعرف يعملها ولا لا. انا كنت قاعده زهقانه. تمام. ماشي، فقلت انا اروح اركب العجله بتاعتي. ماشي. جيت اركبها لقيتها بص. الكاتينة هتعرف تصلحها؟ صلحها لك يا حبيبتي. يعني ده اسم لسه مصري يا جماعه هيعمل نفس اللي هو ميكانيكي بقى يعرف يصلحها. انت عامل ميكانيكي النهارده؟ لا مش ميكانيكي يا حبيبتي، انت قلت لي الكاتينة بايظة اعمل ايه؟ لا بتعمل ايه؟ تخيلوا بلس مصري هتعمل ايه ولا لا؟ انا عايز مفكرة، لو تديني مفكرة اعملها لك. لا ما انا عاوز اشوف انت شاطر ولا لا بقى. ايه ده برنس مصر؟ مش بتعرفي تقدمي ميكانيكي دلوقتي؟ برنس مصر ملوش حدود. برنس مصر مش عارف يصلح العجله. والله لو في مفكه في كل دي يعني زي كده يا برنس مصر. ما صعبه امنيه، عايزه لازم مفكه. بصي لازم مفكه عشان افك الشاسيه ده. شفتي برنس مصر ضد الكسر؟ يعني انت اتكسرت دلوقتي مش عارف تعمل. لا انا ضد الكسر. وماليش حدود وعلى طول موجود ومش شايفكم ومش عارفكم. بس انا مش عارف. ماشي يا عم ميكانيكي، انت عم ميكانيكي مش شاطر. لا لو في مفكر كنت عملت لك والله. ماشي يا عم. واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. محمد ده بس مصر هنا الحرف ده جزر، فعلوا زر الجرس. جرس. فعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد ولايكات اكتر وكومنتات كتير. اللي بيحب برنس مصر يفعل زر الجرس ويشترك في قناه امنيه. واللي بيحب برنس مصر يكتب كومنتات.
لا هتاخد ايه ولا كم وليه العمر. يا جماعه رحت تاني واحد معانا بريس مصر ما اعرفش يعمل حاجه، قال انه في الاول قال لي طبعا هعرف اعملها هعرف بقى مين اللي جاي. انا كنت قاعده زهقانه فقلت اجي العب العجله، جيت العب العجله الاقيها العجله الكاسينه بتاعتها بايظه. هي فكت فكت اعملها لي قدام الناس. يا ريت يا امنيه اعملها لك والله يا امنيه، الحاجات دي ما بفهمش فيها الصراحه. مش هكذب عليك عشان انت حبيبتي. ماشي ماشي. انا تعرفش تعمليها؟ والله يا امنيه ما اعرفش اعملها حاجه. واللي بيحب طنط هند يكتب في الكومنتات قولي لي اي حاجه اعملها لك تاني. نفسك في اي ماشي. حاجه تانية قول لهم اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. كنت اشتركوا في قناه امنيه وفعلوا زر الجرس. وصلها لنص مليون. وصلها لنص مليون مشترك. ماشي طبعا. ماشي يا امنيه؟ طبعا يا جماعه كده عرفت تالت واحد معانا، تالت واحده معانا ما عرفتش برده تحل العجله بتاعتي لحد دلوقتي. انا زعلانه حد كل اللي يعرف يحل يكون كل واحد اللي يعرف اللي هو يصلح العجل او اي حاجه يكتب لنا في الكومنتات برده. تعالوا شوفوا مين رابع واحد معانا. طبعا يا جماعه دلوقتي لحد دلوقتي مش عارفين مين هيحل مشكلتي، واللي فرحني هو اللي هيحل مشكلتي. تعالوا شوفوا سلمى بتعرف تعملها ولا البطه. البطه البطه عامله حكايه في عايزه ايه يا امي؟ ايه مشكلتك؟ بس انا العجله بتاعتي الكاتينه بتاعتها وقعت، انا كنت زهقانه تمام؟ وطلعت العب بالعجله. دي كان العب بالعجله. والله يا جماعه وانا صغيره في سن امنيه كنت بلعب بالعجله وكنت واقعه من دي، كنت بصلحها يمكن اعرف اصلحها والله والله العظيم. هي كنت رايحه اجري عجله في الشارع وانا صغيره ممكن اصلحها. ممكن والله يا امنيه اعرف اعملها لك. والله العظيم يا جماعه كنت هطلعها وانا صغيره نفسي. بس عجله امنيه يا جماعه بس هدوء كده مقفوله من كل ناحيه، عايزه حاجه تتمسك يعني مثلا زي الكنايه كنت هطلعها، لكن العجله بتاعت زمان ما كانش فيها كل ده، كانت كل ده فوق كانت كده وتمشي بيها وتكمل تقع وتكمل بيها تاني. انا ممكن اعملها لك يا ان شاء الله. بس هي فعلا يا امي والله يا امي انا عايزه اغير حكمي. انا تعرف تعمليها زي ما الله، بس انت ازاي تعمليها وانت صغيره؟ كنت بركبها بس ما كانش في كده، ما كانش في دي اصلا. انت عجلتكم عجلتكم غير دلوقتي يعني. دلوقتي حاجة وزمان حاجة. ليه عجلة اتغيرت يا عجلة؟ خليك زي الزمان. بص يا أمنية بصراحة أنا لو ما كانش في ديت كنت عملتها لك. أنت أصلا لو ما كانش في دي بتعملها إزاي؟ ما هي بترفعيها على الشوك اللي طالع دوت، هتركبي من هنا بعد كده هتركبي من هنا وهتدوري دي كده وتروح ماشية معاكي. أنا بعرف أعملها والله، بس هي بصوا يا جماعة من هنا مكعبية خالص وإيدي أصلا لو دخلت في الحشرة هتتعور. فمش هعور نفسي يعني عشان عجلة. والله يا جماعه والله دي اختي انا بحبها قوي قوي، بعملها زي اختي الصغيره بالظبط. هي جميله والله. طب انت الكومنتات انت طيبه. طبعا يا جماعه كنت طبعا يا جماعة عشان جبتها اختي لو فرحتني هي هتعرف تحل المشكلة. بصي يا ايه العجلة بتاعتي قبل ما ابدا الفيديو مستش وصلها امنية الكورة ربع مليون ربع مليون خلاص نص مليون مشترك ان شاء الله يوصل نص مليون وهم قدها يا رب ان شاء الله. بصي ايه انا كنت قاعدة زهقانة اتفضلي رحت اجي العب العجلة ودي لو بنتك حصل معاها موقف ده تدور العجلة تلاقيها مش قادرة تمشي. طب ما تودوها ما تودوها عند حد من بيصلح العجل. طب النهارده هعتبرك عامل ميكانيكي عشان انت عارف تصلحيها ولا انا ميكانيكي؟ اه. طب بصي انا بصراحه ما افهمش فيها بس هحاول عشان انت اختي. تمام؟ ماشي. هحاول يعني. الوقت اللي بعديها ايه بقى؟ لا ما انا والله هحاول يعني، انا لو غزل هودي لها العجله. أوه. بس انا مش هعمل حاجه. ماشي؟ تمام. بس انا ايه عشان انت ما تزعليش هحاول كده. ده ايه ده؟ ده ايه؟ طب تعالي كده الناحيه الثانيه بس معلش انا اسفه. عشان ايه في بدل ميكانيكي بقى يبقى اشتغل بضمير يعني. طيب ماشي ماشي انا قلت لك حاجه ماشي. لا
لو عاوزه تمشي من هنا خالص وتعمليها ماشي. استني ماما تفرحيني تعملي حالي مش بنتي. هي مربوطة في حاجة هنا مش عايزة تفك منها، هي دي اللي عاملة الأزمة على فكرة. ما بصي طب استني، هي لو ركبت على واحدة يا خلايا جماعة تعرف تعرف تعملها ولا لا؟ وفي مين أكتر واحد اللي هو كان هيعملها بس معرفش، مين أكتر واحد معرفش يعملها؟ قولي الكومنتات. واللي بيعرف يحل برضه العجلة اكتبي في الكومنتات ويعملها لي ويعملها لي الفيلا دلوقتي. صعب على فكره. هي اقول لك على حاجه امي، بصي انا مش عارفه بصراحه، بصوا ايدي بس للاسف حاولت والله، بصوا ايديا بس حاولت للاسف مش عارفه. معلش امي انا جبت لك اللي هيصلحها الميكانيكي بتاعنا صالح. ميكانيكي العيله ده يا جماعه كان نفسي اساعدك. صالح اي لعبه معدوله لازم يقلبها ويقعد يلعب في العجل بتاعها. يلا ميكانيكي ماشي. ايه العافيه يا امي. باي باي. البنت اللي عندها ليها يعملها لك اهو. تعرف تعملها لي يا صالح؟ اهو بيشوف العجل الاول بيلف العجل. عايز تعمل بص يا صالح دي يا صالح العزيز صالح اهو. بص اهو سيبي بقى سيبي بقى. بص يلا شكله صالح ولا هيك. والله ما ماسك كتين اهو. يلا ميكانيكي العيله ده. ايه يا صالح مش عارف؟ انا يا جماعه حتى صالح مش عارف يعمل حاجه. تعالى شوف بقى مين اللي جاي. طبعا يا جماعه اللي معايا دلوقتي استوديو مصر. انا بتحدي ادي انا بتحدي ما حدش 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 ادي صالح يلا صالح انا بتحدي ما حدش ادي انا بتحدي ما حدش ادي يلا بقى يا جدعان بقى. ايه بقى مشكلتك يا امنيه؟ سمحت ان انت عندك مشكله. عندي مشكله كبيره قوي. ايه المشكله بتاعتك؟ جيت العب بالعجله. تمام العب بالعجله. الكاتينه وقعت. عم تصلحيها؟ انا اصلحها لها يا جدعان. انت هتعرف تعمل مكيجي. انا المكيجي بتاعي ماشي. سيبي يا صلاح 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 تعمل ايه؟ يلا امي. طبعا دلوقتي رايحين لعمل الميكانيكي. يا حوده ايه؟ بس ايه اللي خلاك انت تودعني لعمل الميكانيكي؟ انا لازم افرحك واعمل لك اللي انت عاوزاه. شكرا يا حوده. طبعا العجله بايظه يا جدعان باين عليها خالص. طبعا صالح طبعا شبط فينا لازم يجي معايا. احنا دلوقتي رايحين طبعا عند العجلات دي يصلح العجله بتاعت ايه؟ امنيه. عشان افرحها امنيه. يلا يا جدعان. وامنيه طبعا ما يدريش هي تبقى زعلانه. شكرا يا حوده. يلا حبيبه قلبي. انت اللي وديتني بس. يلا يلا الله ينور عليك. روح يا ايزي. ربنا يبارك فيك. ممنوع اهو بعمل لك اللي عاوزاه اهو. الله يخليك. ربنا يخليك يا استاذ. شكرا يا استاذ. اي خدمه يا منى. تعالى اصلحها لك اهي. بجد اسطوره مصر. كل بيحب الاسطوره في مصر. ماشي يا منى. بص يا جدعان صلحنا عجله الامنيه. قولي معاها قولي معاها تجيب رسميات ولا لا؟ طبعا لسه اول مره. طبعا يا جدعان امنيه تسوق العجله من غير سندات. هنسوقها سوق ولا لا؟ ماشي هو يظبطها لك يا بطل. شالك السندات زي ما وعدت امنيه يا جدعان صلح لها العجله بتاعتها. طبعا يا جماعه دلوقتي انا صلحت العجله كمان شلت السندات. يا جدعان بص العجله بصوا. يلا طب يلا امنيه وريهم بقى. شوفوا اول مره بقى امنيه تسوق العجله ازاي. يلا واحد اثنين. قولي يا جماعه مين بيعرف يسوق السنه دي؟ يلا بقى امنيه يا جدعان هتسوق. شوفوا بقى امنيه السواق الكبير. يلا يلا امنيه. لا انا ما اقدرش اعرف قد ايه. امنيه النص مليون يا جدعان. خلي بالك شاطره امنيه يا جدع والله. امنيه قوه في القلب من جوه. يلا يا منو. لا يا جماعه امنيه فاكر الاول لما قلت لي سواقه العجله دي صعبه جدا؟ دلوقتي بقيتي بتعرفي تسوقي اهو. مش قلت لك مفيش حاجة صعبة؟ بس والله أنا مبسوط إن أنت بقيتي بتعرفي تسوقي. شاطر يا مونو. مين اللي عمل لك العجلة؟ حودة. مين اللي علمك السواقة؟ حودة. يلا أمنية. وحودة
محمد وبابا. يلا قول لهم ايه يا امنيه؟ لا هو بابا اللي علمك بصراحه يا امنيه. وكل صوتي عجبتكم هديها الفيديو. باي.